السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم طلاب بالصف الأول الثانوي. معاكم دكتور التاريخ مصطفى محمود، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هشرح لكم منهج التاريخ لسنة أولى ثانوي من البداية للنهاية، شامل المراجعات النهائية، شامل الشرح وكل حاجة بالتفصيل إن شاء الله لغاية ما نوصل لآخر السنة على خير. وكمان هبقى معاكم خطوة خطوة. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، أو تعجب بالفيديو وتعمل إعجاب وشير للفيديو عشان الفايدة تعم الناس كلها. خليك فاكر إن المحاضرات دي كلها مجانا ليك. يلا بينا نبدأ الوحدة الثالثة النهاردة، وعايز أفكرك إن الترم الثاني محتاج شغل شوية أكتر من الترم الأولاني، ده معناه إن عايزك تذاكر، هو مش صعب، هو محتاج مذاكرة. ويلا بينا نبدأ الدرس الأول من دروس الوحدة الثالثة. اهلا بيكم، معاكم دكتور التاريخ مصطفى محمود للثانوية العامة. ان شاء الله زي ما قلت لك هشرح لك المنهج بتاع الصف الاول الثانوي لمادة التاريخ. كل عايزه منك تعمل اشتراك في القناة، عايزين نكبر القناة عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين. عندنا وحدتين في الترم الثاني، الوحدة الاولى هنتكلم فيها على حضارة العراق وفينيقيا، والوحدة الثانية ان شاء الله هنتكلم فيها عن حضارة اليونان والرومان. يلا بينا نبدأ النهاردة نتكلم عن العراق الدرس الأولاني، وهناخد جزء أول من هذا الدرس لأن الدرس ده كبير شوية، فهنقسمه على محاضرتين. المحاضرة الأولى نتكلم فيها على أهم جزء في الدرس، وإن شاء الله المرة اللي جاية نتكلم على باقي الدرس. عندنا الجزء الأولاني بيتكلم على حضارة بلاد العراق القديمة. الحضارة المصرية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت بتتشابه وكانت موجودة مع حضارات تانية في نفس الوقت. إزاي؟ الحضارة المصرية كانت موجودة في نفس الوقت، عندنا حضارتين كانوا موجودين في منطقة الشرق، حضارة بلاد العراق وحضارة فينيقيا. عشان كده بيقول الحضارة المصرية عاصرت بعض حضارات العالم القديم اللي كانت موجودة، وخاصة منطقة الشرق. أول حضارة فيهم هي بلاد العراق القديم، دي حضارة مهمة لا تقل أهمية عن الحضارة المصرية. ليه؟ بسبب تشابه الظروف اللي ما بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية. طب تخيل بقى ايه هي الظروف؟ اولا عندنا نهر النيل في مصر، العراق عندهم مش نهر واحد، عندهم نهرين، نهر دجلة ونهر نهر دجلة والفرات. يبقى احنا عندنا التشابه الاول بين مصر والعراق هو وجود ايه؟ الانهار. خلي بالك الانهار دايما بترتبط بوجود اراضي خصبة، الاراضي الخصبة هتساعد على الزراعة، والزراعة هتؤدي الى الاستقرار، والاستقرار في النهاية بتنشأ عنده حضارة. يبقى الشبه الأولاني بين مصر والعراق هو وجود الأنهار. الشبه الثاني بقى بنتكلم على الموقع المتميز. الموقع المتميز هيساعد على التواصل مع الحضارات المجاورة. طيب بص معايا على الخريطة اللي أنا بشاور لك عليها بالسهم ده. أولا دي مصر، دي فينيقيا، دي العراق. الدايرة دي اللي أنا بشاور لك عليها دي حضارة العراق. هتلاقي هنا جنوبها الخليج العربي، المنطقة دي كلها اسمها حضارة العراق، ودي بتقع ما بين نهر دجلة ونهر الفرات، ودي هناخدها بالتفصيل. بس تعال نشوف الحضارة التانية اللي كانت موجودة أثناء الحضارة المصرية. الحضارة دي اسمها حضارة فينيقيا، ودي من أعظم الحضارات اللي قامت في منطقة بلاد الشام. وعايز أقول لك إن بلاد الشام هي منطقة حاليا بتضم أربع دول، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن. زمان بيقولوا عليها بلاد الشام. طيب هم ليه سموها بلاد الشام؟ سموها بلاد الشام لأن هي تقع في شمال الكعبة، شمال الحجاز، فسموها منطقة الشام نسبة لوقوعها شمال بلاد الحجاز أو شمال الكعبة المشرفة. على أي حال المنطقة دي قامت فيها حضارة مهمة اسمها حضارة فينيقيا، وهنعرف اسم فينيقيا بعدين لما ندرس الحضارة دي. عايز اقول لك ان حضارة فينيقيا هي اول دولة بحرية في العالم، يعني نشاطها بحري مش نشاطها زراعي زي مصر وزي العراق، هي نشاطها بحري اتجهت الى البحر، والكلام برضو ده هنعرفه بالتفصيل في وقت، ما تقلقش دلوقتي. حضارة فينيقيا احتلت رأس المثلث الحضاري. المثلث الحضاري عبارة عن مثلث بيتكون من عدة حضارات. اولا ركز معايا في شكل المثلث عشان هنرسمه دلوقتي على الخريطة. الضلع الأيمن للمثلث هتلاقي بلاد العراق، الضلع الأيسر الناحية التانية هنلاقي مصر، قاعدة المثلث شبه الجزيرة العربية. يبقى نتوقع رأس المثلث هيكون مين؟ فينيقيا. طيب واحدة واحدة
وتعال بص معايا على الخريطة. احنا في التاريخ ما بنحتاجش خرائط كتير غير لسبب واحد، ان احنا بنعرف الاماكن اللي بندرسها بس على الخرائط. في الامتحان لا هيجيب لي خريطة ولا هيقول لي اختار لي اي حاجة. طيب تعال نشوف الثلاث دوائر اللي موجودين دول. ثلاث دوائر، دي مصر، دي فينيقيا، ده العراق تحت شبه الجزيرة العربية. لو انا رسمت لك خط وهمي كده وصلت الثلاث حضارات ببعض دول، هيطلع عندي مثلث. المثلث ده بتتكون جميع اضلاعه من حضارات، الايمن العراق، الايسر مصر، القاعده شبه الجزيره العربيه، راس المثلث فينيقيا. عشان كده فينيقيا قامت بدور حضاري في نقل الحضاره من العراق لمصر ومن مصر لشبه الجزيره، كانها لعبت دور الوسيط الحضاري، لان هي بتربط الثلاث حضارات مع بعضها. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى ناخد حاجه مهمه قوي. طالما الثلاث حضارات قريبين من بعض يبقى هيأثروا في بعض، طالما هيأثروا في بعض يبقى هتنشأ منهم علاقه اسمها تأثير وتأثر ما بين الحضاره المصريه والعراقيه والفينيقيه. ازاي؟ بص يا سيدي، تأثرت حضارة بلاد العراق القديم، تأثرت حضارة بلاد العراق وفينيقيا بالحضارة المصرية وأثرت فيها. طالما تأثير وتأثر يبقى الاتنين كانوا في تواصل ما بينهم. طيب التواصل ده بيتم ازاي؟ بص يا سيدي، أولا التواصل اللي بين مصر والعراق وفينيقيا ليه طرق المصريين بيروحوا منها يتواصلوا مع الحضارات اللي هناك. طيب ازاي؟ ايه هي الطرق دي؟ اولا الطريق اللي قدامنا عندي ثلاث طرق ينقلوا المصريين من مصر يودوهم لفينيقيا او العراق او شبه الجزيره العربيه. الطريق الاولاني هو شبه جزيره سيناء اللي انا بشاور لك عليه ده، وده حاجه مهمه جدا. ده طريق بري هيوديني منطقه الشام، هيوديني على العراق، وهيوديني على شبه الجزيره العربيه. الطريق الثاني لو انت عندك سفن يبقى حضرتك هتاخد البحر المتوسط، هتروح على الشام اللي هي فيها فينيقيا، ثم تتجه للعراق ومنها الى الجزيره العربيه. الطريق الثالث اللي هو ساحل البحر الاحمر. بص يا سيدي، ساحل البحر الاحمر هو طريق بري بحري، هتعدي مصر في الصحراء الشرقيه، تخش على البحر الاحمر، هتعدي الناحيه الثانيه تلاقي شبه الجزيره العربيه ومنها للعراق وفينيقيا. يبقى عندي ثلاث طرق نقل الحضاره المصريه الى العراق وفينيقيا. الثلاث طرق اللي المصريين راحوا فيهم العراق رجعوا منهم، يبقى رايح جاي، ده اسمه طرق التواصل الحضاري بين مصر والعراق وفينيقيا. يعني العلاقه دي هينتج عنها تاثير وايه؟ وتاثر، ونركز قوي قوي في المعلومه دي. طيب تعال بقى نشوف تاريخ بلاد العراق القديم. اولا العراق كدوله ليها ثلاث اسماء، اولا ممكن نقول عليها عراق، ممكن نقول عليها بلاد ما بين النهرين اللي هما دجله والفرات، أو بلاد الرافدين برضو اللي هما دجلة والفرات. يعني كلمة عراق في حد ذاتها معناها الأرض الخصبة الواقعة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات. عندك النهرين بتاع دجلة والفرات عاملين شكل سبعة كده، العراق جاية في النص، عشان كده العراق ليها التلات أسماء اللي أنا قلتهم. طيب تاريخ بلاد العراق ده بينقسم لتلات أقسام أو أربع أقسام أو أربع فترات أو أربع حقب أو عصور. الحقبة الأولانية أو الفترة الأولانية هتبدأ بدول عملت حضارات كبرى في العراق، دي هنشوفها دلوقتي. بعد شوية الفترة الثانية هتبدأ باستيلاء الفرس على العراق، بعد كده استيلاء الإسكندر المقدوني على العراق، ثم السلوقيون، ثم الرومان، ودول هنعرفهم بالتفصيل بعدين، ثم المرحلة الرابعة وهي استيلاء الفرس على العراق مرة أخرى، وانتهت هذه الفترة أو الحقبة بالفتح العربي الإسلامي، وده هندرسه برضه. وعايز اقول لك على الملحوظة ان العراق دايما تركز عليها ان هي من حضارات الشرق القديم اللي بتقع في قارة اسيا، وليست من حضارات الغرب اللي بتقع في قارة اوروبا. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي نخش على التاريخ بلاد العراق. ايه الدول اللي قامت في بلاد العراق؟ اولا عندي خمس دول قاموا في بلاد العراق، هناخدهم بالتفصيل، وكمان مش هيبقى فيهم كلام كتير، هتبقى الدول دي عبارة عن معلومتين ثلاثة مع أهم ملك، وأحيانا ما يجيبليش ملوك. يبقى الدول اللي هتقوم في بلاد العراق خمس دول. نمسك الدولة الأولانية اسمها الدويلات السومرية. في فرق بين دولة ودويلة، دولة ودويلة. دولة يعني حاجة كبيرة، دولة زي مصر كده تضم محافظات كتير. دويلة
تيجي مدينة من مصر تستقل، ما ينفعش ولا عليها دولة لأن حجمها صغير وهي كانت تابعة لدولة. في العراق كان عندهم نظام دويلات، كل مدينة بتعتبر نفسها دولة. طيب سموها الدويلات السومرية، ودي حصلت سنة 4000 قبل الميلاد. 4000 قبل الميلاد تاريخ قديم جدا زي الحضارة المصرية، يبقى الحضارة العراقية حضارة قديمة والحضارة المصرية حضارة قديمة برضه. طب هم مين السومريين؟ قالك السومريين دول هم أول الشعوب اللي سكنت بلاد العراق سنة 4000 قبل الميلاد. والسومريون دول قعدوا في العراق وعملوا مدن مزدهرة، المدن دي كانت عبارة عن دويلات تمتعت بالاستقرار وتمتعت بالأمن. طب إيه أشهر المدن اللي عملوها الدويلات السومرية؟ ثلاث مدن، مدينة اسمها سومر اللي من اسمها اتسموا السكان بتوع العراق سومر، مدينة تانية اسمها أور، مدينة تانية تالتة اسمها لاجش. يبقى سومر وأور ولاجش منطقة صح، لاجش بالذات لأن في مدرسين بينطقوها غلط، لجش افتح اللام وافتح الجيم وسكن الشين. معنى كده ان الدولة السومرية لم تعرف نظام الدولة الموحدة، كل مدينة عبارة عن دويلة، يبقى مفيش رابط ما بين الثلاث مدن دول. على الرغم ان هم قاعدين جنب بعضيهم، على اي حال هيحصل حروب ما بينهم، فهتقوم الحروب ما بين الدويلات السومرية. الحروب دي هتؤدي لضعفهم وتفرقهم وسقوط الدولة السومرية، أي حرب هتؤدي إلى الضعف. طيب هي الحروب قامت ليه؟ كل مدينة من الثلاثة اللي احنا ذكرناهم طمعانة في توسيع المدينة بتاعتها، فبتخش حرب مع المدينة المجاورة ليها. الحرب دي اللي بتخش فيها الدولة فبينتج عنها الضعف والسقوط والتدهور، وبتنتهي الدولة لأن الحرب ما بتأديش للقوة، بتأدي إلى الضعف. طيب كده انتهت الدولة السومرية وسقطت نتيجة لإيه؟ نتيجة للحروب والخلافات اللي حصلت بين الدويلات السومرية، رغم إن الثلاث مدن دول إخوات قاعدين جنب بعض. طيب ينطبق عليهم مثال، ركز فيه قوي. المثال ده بيقول إيه؟ الاتحاد قوة والتفرق ضعف. ده المثال ده ينطبق على الدويلات السومرية. طيب تعال نشوف بقى الدولة رقم 2. عندي الدولة رقم 2 اسمها الدولة الأكادية، وما تستغربش قوي من الاسم، احنا ملناش علاقة قوي بالتاريخ لكن انا جايبهولك كده معرفة. اولا الأكاديون مش عراقيين عشان نبقى متفقين، هما مال هما منين؟ الأكاديون دول مش عراقيين، ودول جم من شبه الجزيرة العربية واستقروا في وسط العراق القديم، الكلام ده حصل أثناء حكم السومريين. بص معايا على السهم اللي أنا بشاور لك عليه، دي شبه الجزيرة العربية، زي ما أنت شايف منطقة صفراء يعني أراضي صحراوية. في قبيلة هنا عند السهم اللي بشاور لك عليه ده اسمها أكاد، القبيلة دي حصل عندهم جفاف ومفيش موارد، فزعيم القبيلة قال لحد من عنده روح شوف لي مكان نقعد فيه، فقعد يدور لغاية ما وصل إلى العراق. عندهم نهرين، قالوا هنروح نهاجر من شبه الجزيرة نروح العراق، وراحوا العراق. أول ما القبيلة بتاعت أكاد دي هاجرت وراحت العراق، زعيم القبيلة دي كان شخص قوي جدا اسمه سرجون الأول. أول ما دخل العراق لقى نظام دويلات مدن، كل مدينة مع نفسها وبتحارب المدينة اللي جنبها، قال لك دي فرصة مناسبة إن أنا أحكم المنطقة بتاعت العراق كلها. إزاي؟ أهم أعماله كانت بتتلخص في الآتي، إن هو وحد بلاد العراق القديم كلها في مملكة واحدة سنة 2350 قبل الميلاد، وحد العراق كلها في مملكة واحدة. طيب ماشي الكلام ده، بيتشابه مع مين في مصر؟ ده يا سيدي بيتشابه مع الملك مينا في مصر اللي وحد القطرين. طب هل أنت عارف أو فاكر هو وحد القطرين سنة كام؟ لو عرفت المعلومة دي اكتبها لي في التعليقات بسرعة. طيب المملكة اللي عملها في بلاد العراق قضت على نظام دويلات المدن وبقت دولة واحدة يعني مملكة واحدة، كان لازم يعمل لها عاصمة فعمل لها عاصمة، العاصمة اللي عملها سماها باسم القبيلة بتاعته اسمها أكاد، ودايما العاصمة بتتعمل لهدف سياسي ما عدا لو في ناحية دينية، يبقى العاصمة اللي عملها هدفها ايه؟ سياسي. وحكم العراق فترة طويلة لغاية ما مات، جه بعد منه أربع حكام أقوياء جدا، بعدهم حكام ضعفة، فإيه اللي حصل؟ حاكم ضعيف مش قادر يسيطر على الدولة، فالدولة إيه؟ الدولة انهارت وانتهت الدولة الأكادية، وهتيجي عندنا الدولة الثالثة وهي
الدولة البابلية القديمة أو الأولى. في العراق في مدينة اسمها مدينة بابل، خلي بالك من الكلام. مدينة بابل دي يا جدعان لقيت الدولة الأكادية انتهت وحصل قلق في العراق، فاستطاع سكان مدينة بابل إن هم يسيطروا على باقي المدن العراقية كلها ويعملوا دولتهم. وهم يعملوا الحركة دي مرتين، فعشان كده هنقول الدولة البابلية الأولى والدولة البابلية الثانية. أشهر ملك في الدولة البابلية اسمه حمورابي اللي هو في الصورة ده. الملك حمورابي ده أول حاجة عملها أعاد إعمار مدينة بابل وقام بتوسيعها. يبقى الراجل ده بيشتغل شغل عمراني، قام بإعمار يعني ناحية عمرانية. الحاجة التانية بنى معبد للإله مردوخ، المعبد أنت عارف إن هو ناحية دينية. الحاجة التالتة قدر يحافظ على الأمن والنظام ناحية سياسية. الحاجة الرابعة مد حدود الدولة حتى البحر المتوسط، يعني دخل في حروب ومعارك مع المناطق المجاورة وسيطر عليها لغاية ما وصل للبحر إيه؟ المتوسط، ده ناحية عسكرية. بعد كده رقم خمسة عمل مجموعة من القوانين سماها قوانين حمورابي، اتسمت باسمه من أهمية هذه القوانين. طب القانون سلطة إيه؟ قانون سلطة تشريعية عشان تبقى فاهم. يعني حمورابي عمل الخمس حاجات وكمان قصادهم نفهم خمس حاجات: إعمار بابل ناحية عمرانية، بنى معبد ناحية دينية، حافظ على الأمن سياسية، مد حدود الدولة عسكرية، أصدر مجموعة قوانين سلطة تشريعية. شفت بقى حمورابي عمل إيه؟ فإحنا بنذاكر كأننا بنحلل المعلومة بعد ما بنشرحها عشان نستنتج منها معلومات تانية هتفيدنا وهتساعدنا، بالذات للشباب اللي هيخش أدبي. طيب تعالى بقى نشوف القوانين بتاعت حمورابي. أولا قوانين حمورابي دي وصلت 282 قانون أو 282 مادة. المادة معناها قانون. القوانين دي مهمة جدا، وحمورابي علشان يضمن القوانين دي تتنفذ لفترة طويلة جدا راح كتبها على حجر، ما كتبهاش على ورق لأن الورق هيدوب، وكان لازما يكتبها على حجر. ومن أهمية القوانين جايب لنا شكل للملك حمورابي وهو بيتلقى القوانين من إله الحكمة والعدل. إله الحكمة والعدل في العراق اسمه الشمس، اللي بالك من الكلام. طيب ال 282 مادة مش هناخدهم كلهم، هناخد ست حاجات هنفهم منهم هم عملوا قوانين ليه. أولا المبادئ بتاعة قوانين حمورابي هيعاقب ست أشخاص، من ضمنها يعني هو هيعاقب حاجات كتيرة، احنا اللي هناخده ست حاجات. واحد، اللي هيشهد زور في قضية جنائية. في فرق بين القضية الجنائية وحاجات تانية بيقول عليها جنح. الجنائي متهم في قتل، يبقى اللي هيشهد زور في قضية قتل هيتعاقب. الحاجة التانية اللي هيخطف الأطفال. الحاجة التالتة اللي هيسرق. الحاجة الرابعة اللي هيضرب أباه. يعني شوف بقى العراقيين كان بعض الشباب اللي هناك بيضرب أبوه، فتعمل لهم قانون يجرم الكلام ده. طبعا الدين الإسلامي حرم ضرب الآباء والكلام ده كله، ربنا عز وجل ذكر في القرآن وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رقم خمسة يقول لك من بنى بيتا ثم انهار فمات فيه شخص. واحد كده بيبني بيوت زي المقاول او المهندس، بعد ما بنى بيت لواحد معين كده الراجل ده جه سكن هو واولاده ما قعدش فتره طويله والبيت وقع. طب نعاقب مين بقى؟ نعاقب اللي بنى، اكيد ما بناش كويس. الحاجه السادسه وهي من يجري عمليه جراحيه تؤدي لوفاه مريض. طب ما احنا بنعمل له عمليه عشان فمات. قال لك لا، ما انت ممكن تكون دكتور بس ما عندكش الكفاءه اللي تعمل بيها عمليات هتموت الناس. فده دليل على تقدم مهنة الطب في بلاد العراق، عملوا لها شروط، اللي هيعالج واحد ويموت أثناء العملية أو بعدها مباشرة إيه اللي يحصل؟ هيتم عقابه. طب ما ده قضاء وقدر. وقال لك لا، احنا ملناش علاقة بالقضاء والقدر هنا، لينا علاقة بمدى مهارة الطبيب وبراعته في عمله. ماشي الكلام؟ طيب معلومة صغيرة قبل ما نطلع من حمورابي، خش على مين بقى؟ عندنا واحد في مصر في الدولة الحديثة عمل قوانين اتسمت باسمه، حد فاكرها؟ أنا هقولها لك يا عم، اسمها قوانين حور محب، تمام. طيب تعال بقى نشوف الدولة الرابعة عندنا وهي الدولة الآشورية.
الاشوريين دول مش عراقيين اصلا ولا لهم علاقه بالعراق، هم كانوا عايشين في شبه الجزيره العربيه جنب القبيله اصلا اللي هجرت من شويه واتكلمنا عليها. الاشوريون دول هاجروا من شبه الجزيره العربيه وقعدوا في الاجزاء الشماليه من بلاد العراق القديم. بص معايا على الخريطه، ادي شبه الجزيره، هنا بدايه السهم من هنا، ده قبيله اشور، المنطقه دي اسمها قبيله ايه؟ اشور، منطقه صحراويه، مناطق ما فيهاش موارد، سابوا المنطقه دي وهاجروا بحثا عن موارد للمياه واراضي خصبه فراحوا الى العراق، لكن ما قعدوش في وسط العراق زي الاكاديين، قعدوا في شمال العراق. واول ما سيطروا على العراق عملوا عاصمه باسم القبيله بتاعتهم وهي عاصمه اشور او مدينه اشور. كان في عاصمة تانية ليهم اسمها مدينة نينوى، اسمها مدينة ايه؟ نينوى. طيب، أشهر ملك في الدولة الأشورية اسمه سرجون الثاني، وده أهم أعماله كون جيش قوي. دايماً الجيش يعني عساكر، يبقى الراجل ده يمتلك سلطة عسكرية طالما عمل جيش قوي. حاجة تانية، قدر يسيطر على بابل، يعني يفرض سيطرته عليها، ودايماً دي تسمى نحمة ناحية سياسية. الحاجة التالتة، عمل امبراطورية عظيمة. عمل امبراطورية يبدأ بقى في الامتحان يلعب معايا او يجيب لي سؤال تحليل وسؤال بنوع عليه استذكار، عايز يربط لك القديم بالجديد. القديم اللي هو الترم الاولاني. هنا سرجون الثاني عمل امبراطورية عظيمة يتشابه مع مين من حكام مصر؟ يا ترى حور محب ولا مينا ولا سنوسرت الثالث ولا تحتمس الثالث؟ ها؟ تحتمس الثالث، تحتمس عمل امبراطورية، وهنا سرجون الثاني عمل امبراطورية. بعد ما مات سرجون الثاني جه بعديه ابنه اسمه الملك سنحريب، ده ابن سرجون الثاني. أول حاجة عملها راح عمر مدينة نينوى بعد تخريب مدينة بابل بسبب ثوراتها ضده. سكان مدينة بابل صدقوا ما الملك سرجون مات، لأنه كان ملك شديد يحكم الدولة بالقوة والعنف، فأول ما مات عملوا عليه ثورة. فجه ابنه زعل جدا من الموضوع ده وخد القوات بتاعته وراح قتل البابليين اللي موجودين في المدينه وراح دمر لهم المدينه، وفي نفس الوقت عمل مدينه ثانيه وعمرها. فهنا كانه ما عملش حاجه، خرب مدينه وعمر مدينه. المفترض حضرتك ان هو يقضي على الثوره لكن يسيب المباني زي ما هي، لان ده نشاط عمراني، التخريب سهل اما البناء صعب. وهنا ينطبق على سنحريب مثال لازم كلنا نعرفه ونركز عليه، هو لكي تكون جميلا لا تقضي على جمال الآخرين. والدولة الأشورية هتسقط، هتسقط ليه؟ بص يا سيدي، أولا بسبب سياسة الشدة والظلم والاستبداد اللي عملها الملوك الأشوريين، دي كانت سياسة شديدة جدا وسياسة ظالمة لدرجة إن الملوك أهملوا ثروات البلاد، أهملوها بالكامل، وده أدى إلى سخط الشعوب وقيامهم بثورات ضد الملوك، فده أدى إلى سقوط الدولة الأشورية. وهنا ناخد تشابه، تركز قوي على التشابه ده. في مصر في دولة انتهت بقيام أول ثورة اجتماعية، حد فاكرها؟ الدولة القديمة، الأسرة الستة أيام حكم الملك بيبي الثاني، اللي هو الشعب عمل عليه ثورة نتيجة من ظلم وإهمال ثروات البلاد. يبقى في تشابه ما بين سقوط الدولة الأشورية في العراق والدولة القديمة في مصر في قيام الشعب بثورات ضد مين؟ ضد الحكام. ماشي الكلام؟ طيب، تعالوا بقى نشوف الدولة رقم خمسة. الدولة رقم خمسة والأخيرة هي الدولة البابلية الحديثة يعني الثانية، ودي تعرف باسم الكلدانية. وعايز أقول لك إن الكلدانيون دول مش عراقيين أصلاً. دول جم زي إخواتهم ما جم من شبه الجزيرة العربية. ودي آخر القبائل اللي هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى العراق. الكلام ده كان قبل انتشار الإسلام. واستقروا في منطقة اسمها الفرات الأوسط. بص على الخريطة هتلاقي شبه الجزيرة العربية، هتلاقي هنا الكلدانيون هاجروا وراحوا في منطقة الفرات الأوسط. أول ما راحوا المنطقة دي كانوا قاعدين جنب بابل، العاصمة بتاعتهم بتاعت الدولة الكلدانية أو البابلية اسمها بابل، أشهر ملوكها الملك الخصورة اللي ماسك العصاية الكبيرة أو الحربة أو صولجان الملك، اسمه نبوخذ نصر الثاني. نبوخذ نصر الثاني أهم صفاته تقدر تستنتجها من الصورة اللي قدامك. أولاً مشمر، واخد بالك، وماسك صولجان الملك العصاية ومشدود وبتاع،
يبقى أول حاجة صفاته اشتهر بالقوة والصلابة في حكم البلاد، كما تميز بالكفاءة العسكرية والإدارية، يعرف يدير الدولة ويمتلك كفاءة إدارية. أهم أعمال مد حدود الدولة من الخليج العربي إلى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، تقدر تقول عمل دولة من الخليج العربي شرقا للبحر المتوسط غربا حتى صارت إمبراطورية واسعة ضمت العراق والشام. كلمة إمبراطورية إمبراطورية تتشابه مع حاكم عراقي قبل منه غدان سرجون الثاني، تتشابه مع واحد مصري تحتمس الثاني. واكتب الملاحظات دي معاك علشان دي اللي بتيجي منها الأسئلة، ودي اسمها أسئلة ربط المنهج ببعضها، تشابه وترابط. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف سقوط الدولة البابلية الحديثة. هتسقط الدولة البابلية، هتسقط ليه؟ بص يا سيدي، تسقط بسبب ضعف الملوك اللي تولوا بعد الملك نبوخذ نصر، وده أدى لسقوطها في يد الفرس بقيادة الملك بتاعهم اسمه كورش أو كورش سنة 538 قبل الميلاد. ولما سقطت العراق في إيد الفرس خلاص عصر القوة وعصر التقدم في العراق انتهى، وهتبدأ العراق تخش مرحلة جديدة وتكون تحت الاحتلال يا إما الفارسي يا إما اللي هنعرفه بعد شوية. تعال نشوف أحوال العراق بعد سقوط الدولة البابلية الثانية. ترتب على سقوط الدولة البابلية الثانية دخول العراق في عصور تاريخية جديدة. العصور التاريخية الجديدة دي كانت تحت الاحتلال بقى، بدأت بحكم الفرس ثم استولى عليها الإسكندر المقدوني. واحدة واحدة نرجع للفرس. الفرس بالنسبة للعراق بيقع في اتجاه الشرق، يبقى أول احتلال للعراق جاء من اتجاه الشرق. بعد شوية استولى عليها الإسكندر، الإسكندر بيجي من اتجاه الغرب لأن هو في أوروبا. بعد وفاته حكمها السلوقيون ثم الرومان، ودول هناخدهم بعدين. بس عايزك تعلم على كلمة الفرس وتعلم على كلمة الرومان. بعد شوية الرومان سيطرتهم ضعفت على العراق، فرجع الفرس استولوا على العراق مرة تانية بعد صراعهم مع الرومان. فضلت الفرس مسيطرة على العراق حتى جاء الفتح العربي الإسلامي سنة 632 ميلادية، وبدأ عهد جديد في العراق وهو العهد الإسلامي، وأصبحت العراق جزءا من الدولة الإسلامية. طيب بص يا سيدي، دي الدول الخمس دول اللي احنا خدناهم عن بلاد العراق القديم. نبدأ بقى نركز على جزئية واحدة من مظاهر الحضارة، عشان المرة اللي جاية إن شاء الله هنكمل باقي مظاهر الحضارة. هنتكلم على مظاهر حضارة العراق على ناحيتين، الناحية السياسية والعسكرية والناحية الاجتماعية. خلينا في الناحية السياسية. أولا نظام الحكم أو النظام السياسي في العراق. احنا قلنا العراق كان عندها نظامين، دويلات ودولة. أولا نظام الحكم في البداية كان بيتكون من دويلات صغيرة سميت دويلات المدن، كل مدينة عاملة نفسها دويلة، عشان كده بنقول عليها ايه؟ دويلات المدن، لكل منها أسرة حاكمة. خلي بالك النظام ده وجد في العراق قبل توحيد العراق على يد سرجون الأول. بعد شوية كان الحكام يطمعوا في البلاد المجاورة ليكونوا إمبراطورية واسعة، كل حاكم مدينة عايز يسيطر على المدينة اللي جنبه عشان يعمل إمبراطورية كبيرة. يعتبر معبود المدينة هو حاكم المدينة الحقيقي والملك بمثابة وكيل عنه. يعني نظام دويلات المدن، النظام ده بيعتبر المعبود الإله بتاع المدينة هو الحاكم، وعشان هو حاجة ما بتتشافش ما يقدرش يتكلم ويعمل، ده مجرد إله واعتقاد بالنسبة لهم، فكان الملك بيحكم بالنيابة عن المعبود. طيب تعال نشوف بقى القوة العسكرية، الجيش يعني. أولا تميز الجيش في العراق بالقوة في القتال والتطور في فن الحرب، لذلك قدر يعمل انتصارات كبيرة ويحققها، وعمل امبراطوريات واسعة بس بشرط في عهد الملوك الأقوياء زي سرجون الثاني وزي نبوخذ نصر الثاني. كانت الخدمة العسكرية إلزامية يعني بالإجبار. إمتى؟ أيام الحرب. في حرب كل الناس تتجمع عشان تروح، اللي يقدر يشيل سلاح. بعد فترة أصبح الجيش دائم في العهد الأشوري، يعني الجيش في العراق بقى دائم زي الجيش دلوقتي بتاعنا في مصر، القوات المسلحة المصرية. وصلت سن العشرين واحد وعشرين خش جيش، اقعد سنتين ثلاثة اطلع، ومجرد ما هتطلع حد هيخش مكانك، وهكذا الجيش موجود باستمرار.
نيجي بقى نتكلم على الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية يا شباب يعني طبقات المجتمع، يعني نقدر نقول كده إن العراق دي طبقاتها إيه؟ كم نوع؟ هقول لك يا سيدي. أولاً عندنا العراق مجتمع كمجتمع بيتكون من 3 طبقات. أول طبقة اللي هي أعلى حاجة بنقول عليها الطبقة العليا، ودول بيتكونوا من أعيان الملك وكبار رجال الدولة ورجال الدين. 3 حاجات: أعيان الملك، كبار رجال الدولة، رجال الدين. تاني حاجة الطبقة الوسطى، ودول صغار ضباط الجيش والجنود والصناع والتجار. خلي بالك الطبقة الوسطى دي بتزيد فترة وتقل فترة. الطبقة الوسطى بتزيد فترة الحروب، لأن من ضمنها الجيش والجنود. فلما العراق تخش في حرب مع دولة جنبها، عدد كبير من العراقيين هيخش الجيش، يبقى عدد الطبقة الوسطى هيبدأ يزيد. الطبقة الثالثة وهي طبقة الدنيا، ودول يعني أقل طبقة، ودول هتكلم عليهم اللي هم أسرى الحروب والفقراء الذين يستدينون ولا يستطيعون السداد، ومن ضمنهم العبيد. كان عندهم نظام غريب شوية، اللي يستلف من حد وما يقدرش يسدد فكان بيتحول لعبد أو خادم عنده لغاية ما يوفي الدين اللي عليه. معلومة مهمة قوي بتقول إن عادات وتقاليد المجتمع في بلاد العراق القديم تميز بالآداب العامة واحترام الآخر. ده الدرس بتاع بلاد العراق القديم، وأنا هنا ركزت على الجزء الأولاني. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هكمل لكم الدرس ده، وقريب جدا هتلاقوها علشان نبقى ماشيين مع بعض كده في المنهج ومفيش حاجة تتأخر علينا. طبعا في تدريبات على الدرس أنا هسيب لكم تفكروا في الأسئلة، بس هحل معاكم كام سؤال. السؤال الأول بيقول: كان نقطهم أول الشعوب اللي سكنت بلاد العرب، طبيعي إن هم هيبقوا السومريين. طيب، السؤال رقم 2: الاتحاد قوة والتفرق ضعف، نتيجة الحروب والصدام، أي من الشعوب التاريخية تنطبق عليها هذه العبارة؟ اللي هو كل ما نبقى قريبين من بعض نبقى أقوياء، كل ما نحارب بعض نبقى ضعفاء. الكلام ده ينطبق على مين؟ مين اللي كان بيحارب بعضه؟ أيوه، السومريين. طيب، نيجي السؤال بيقول: ما العلاقة بين شبه الجزيرة العربية وحضارات بلاد العراق القديم؟ ده سؤال مقالي. عايزك لما يجي لك سؤال مقالي في أي مادة تفرح، لأن هو عايز منك معلومات تكتبها أو أقرب حاجة للسؤال. سؤال شبه الجزيرة العربية ليه علاقة بحضارات العراق؟ آه طبعًا، أنا قلت لك في 3 قبائل هاجروا من شبه الجزيرة العربية وقعدوا في العراق وسيطروا عليها وعملوا دول. أول واحدة الأكادية، ثم الآشورية، ثم الكلداني. هتكتبوا هاجرت قبائل آشور وكلدان، خلي بالك آشور وكلدان وأكاد من شبه الجزيرة العربية وسيطروا على العراق وأقاموا فيها حضارات كبرى. طيب، كده بفضل الله خلصت الدرس الأولاني، الجزء الأولاني من درس العراق القديم. ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تقول لأصحابك على القناة عشان الكل يستفيد، قناة مجانية مخصصة لحضرتك أنت عشان تستفيد كله لوجه الله سبحانه وتعالى. ما تنساش برضو الاشتراك، ما تنساش تروح لصفحة دكتور التاريخ مصطفى محمود على الفيسبوك أي سؤال عندك هتلاقي كمان عليها أسئلة وعليها فيديوهات هتفيدك في المنهج. وأسيبكم على خير إن شاء الله، وأقابلكم المحاضرة اللي جاية مع تحيات دكتور التاريخ مصطفى محمود، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.